بجميع الأخوة والأخوات والمتابعين في البث المباشر في الذكرى 5 لأحداث جامعة البحرين، تلك الحادثة التي بدأ بعدها مسلسل الأحداث في البحرين. 13 مارس 2011 كان هو بداية المسلسل في الانزلاقة الأمنية التي مرت بها البحرين وصولا إلى السلامة الوطنية في 16 مارس. أرحب بالحضور وأرحب بالأستاذ إبراهيم سرحان، مستشار قانوني وباحث حقوقي في جمعية الوفاق. سرد خفيف قبل أن نبدأ في أحداث الجامعة. الساعة كانت تشير آنذاك إلى 6:30 صباحا، حيث كان الدخول للجامعة مريبا. 8:15 الهجوم على المعتصمين في دوار اللؤلؤة. 8:50 صباحا خروج مسيرة طالبات. 9:30 بدء الاحتكاك الأمني. سنواصل السرد بتوالي الأسئلة. نرحب بالأستاذ إبراهيم سرحان مرة أخرى. نبدأ بسؤالنا الأول إلى الأستاذ إبراهيم سرحان. السؤال هو: هل يحق بعد الاعتداء على الجامعة وثبوت هذا الاعتداء، هل يحق قانونا للقوات الأمنية اقتحام الأماكن ذات الحرمة المقدسة مثل الجامعة؟ وكيف تصف الحادثة القانونية للتواجد الأمني آنذاك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر المركز الشبابي على هذه الدعوة الكريمة، وبدءا على الإجابة على السؤال الأول حول مدى قانونية، أو كما في السؤال، هل يحق قانونا اقتحام حرمة الجامعة من قبل رجال الأمن أو غير رجال الأمن؟ طبعا للحديث حول هذا الموضوع لابد أن نمر على نصوص قانونية ونصوص دستورية، حيث تقول المادة 7 من دستور مملكة البحرين لعام 2002 في الفقرة دال، تقول بأن تكفل الدولة لدور العلم حرمتها. طبعا هذا النص الذي يلزم أي فرد سواء كان رجل الأمن أو غير رجل الأمن بأن لا يعتدي على حرمة الجامعة أو المدرسة أو حتى الروضة أو الحضانة، أي دور علم هي محصنة بهذه المادة الدستورية، بل أكثر من ذلك هي مسؤولية الدولة، لأنها هي من تتكفل حماية دور العلم. النص الدستوري طبعا في هذه المادة وجد في المادة 22 أيضا من الدستور، ولكن لدور العبادة. ما أريد قوله بأن المشرع الدستوري عندما وضع دور العلم
ودور العبادة في مرتبة واحدة من حيث كفالة مكانتها وحصانتها من الاعتداء من أي فرد كان. هذه مسؤولية الدولة، عليها أن توفر الحماية من أي اعتداء، وليس مواجهة الاعتداء، بل قبل الاعتداء عليها أن توفر الأمن لطالب العلم خروجا من منزله إلى أن يصل مقعد الدراسة، ومن مقعد الدراسة إلى عودته إلى المنزل. هذه مسؤولية مهمة لأهمية العلم في أي مجتمع. فلسفيا عندما يضع مشرع الدستوري ويصيغ مواده الدستورية، هو يبحث عن ضمانة للمقومات الأساسية في المجتمع. عندما يضع دور العلم والعلم والطالب كأساس للمجتمع لرفع الجهل ولتعليمه ولتثقيفه، هو يبحث عن تنمية مجتمع وتقدمه. السؤال المطروح، هل يحق؟ لا يحق لأي فرد، سواء كان بعذر أو بدون عذر، الدخول إلى الجامعة يكون بطلب مسبب ولغاية أسمى. عندما يريد رجال الأمن الدخول إلى الجامعة، لابد أن يطلبوا الإذن من الجامعة لحالة طارئة لحماية الطالب من أي اعتداء. فإذا كان هناك جريمة وقعت أو ستقع داخل الجامعة أو المدرسة، لابد من تدخل رجال الأمن لرفع هذه الجريمة أو لإيقاف هذه الجريمة. والواقع والمؤسف آنذاك أن الجريمة لم توقف من رجال الأمن، بل بمبادرة من الطلاب الذين سعوا إلى حماية الجامعة والطلاب. وشكرا. نواصل سرد الأحداث في الجامعة. العاشرة صباحا، أول دخول واضح لمسلحين بأسلحة بيضاء من دون أي تصد. 10:15، القلق من امتداد هذه الاعتداءات يقود الطلاب في بهو الجامعة إلى حماية الطالبات عبر حائط بشري منزوع من أي شيء خلا أجساد عند هؤلاء الطلاب. 10:40، رئيس الأمن داخل الجامعة يرفض طلبا قدم من طالبين بأخذ دوره الأمني ومسؤوليته الأمنية في التعامل مع الحدث بمقداره. 11:00، مواجهات بالحجارة مع من دخل إلى الجامعة بدون أي مساءلة. من حيث ما انتهى جواب الأستاذ إبراهيم سرحان، أدخل إلى السؤال الثاني. بعد كل ما جرى، بدأت لجان التحقيق في فصل الطلاب. كان التعداد بحسب تقرير بسيوني، السيد شريف بسيوني، 499 طالبا جامعيا مفصولا فصلا مؤقتا، فيما اعتقل
عدد 78 من الطلاب، وتعرض عدد 15 إلى حالات جراح بليغة، فيما فقد محمد عبد المهدي الذاكرة وبات مقعدا دون تعليم ودون اختصاص. يترتب على بعض المفصولين اليوم رفض من جميع الجامعات، نتاج هذا الرفض هو وجود غرامات مالية ناتجة عن تخلفهم بعد فصلهم من الجامعة. السؤال هنا: هل يحق للمعنيين تعميم رفض الطلاب بحجة وجود الغرامة المالية، أم أن وجود القضية في محيط آخر ينعزل عن المحيط الجامعي في الجامعات الخاصة؟ السؤال طبعا هذا السؤال متشعب كثير من ناحية قانونية في مسألة، إذا بدأنا في مسألة تعميم الرفض، أي بمعنى أن هناك جهة تقوم بإصدار قرارات غير مشروعة إلى جامعات بعدم قبول أو عدم تسجيل الطلاب. هنا شق، الشق الآخر في مسألة الفصل من الجامعة، هذا شق ثاني. لو نظرنا إلى مسألة التعليم، يعني بدءا من الدستور، المادة السابعة الدستور طبعا هي متفرعة من المادة الرابعة والمادة الخامسة والمادة السادسة، وكل هذه المواد في الباب الثاني من الدستور المعنون بالمقومات الأساسية للمجتمع. المادة السابعة بالدستور أربع فقرات تبدأ من: ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي وما إلى ذلك، تبين أن مسؤولية التعليم تقع بالدرجة الأولى على الدولة، وهذه المسؤولية لا يمكن لجامعة أو لمسؤول حكومي أن يتخلى عن هذه المسؤولية المنوطة من الدستور. لو رجعنا إلى مسألة الفصل، هل يحق فصل الطالب بقرار صادر من مجلس الجامعة أو من رئيس الجامعة؟ طبعا يحق في حالات حددها القانون، والطلاب يعلمون عندما تكون هناك في تحصيله العلمي تدني أو مستوى غير مقبول، أو عندما يرتكب جريمة ثبتت أنها مخلة بحرم الجامعة يمكن فصله. ولكن عندما يفصل الطالب سواء كان بسبب رأيه السياسي الثابت أو الغير ثابت، هنا يكون القرار باطل. ومن أصدر هذا القرار قد خالف القانون، ولا يمكن أن يترتب على هذا القرار المطالبة بمبالغ، أو بعض الطلاب إذا كان مبتعثا لا يمكن مطالبته بشيء قاهر، لأن ليس بإرادته هو من انسحب من الجامعة أو فصل من الجامعة. الواقع أن هناك من حرك
هذا القرار وفصله من الجامعة، وبذلك لا يحق له أن يطالب بهذه المبالغ التي قدرها أو ثبتت بأنه تخلف عنها. هذه نقطة. نقطة أخرى في مسألة تعميم رفض الطلاب، لا أعلم بأي سند قانوني يصدر مثل هذا التعميم. إذا كانت الجامعات تدار بأهواء سياسية فهذه مشكلة يقع فيها الطالب، وكذلك أثر ذلك ينعكس على المجتمع. هل يسعى هذا القرار لمحاولة تجهيل الطلاب وإبعادهم عن الدراسة؟ عندما يكون الطالب لديه مقدرة ومتوفرة فيه الشروط المطلوبة في تخصص ما أو في جامعة ما، ما المانع من قبوله دون النظر إلى هذا القرار؟ القرار باطل، لا يستند على أي سند قانوني، وفصله فصل تعسفي، ولا يمكن التسليم بهذه القرارات والتعميمات. من حيث انتهى الأستاذ إبراهيم سرحان، ثلاثة معتقلين لا زالوا في السجن إلى الآن، وهناك العشرات من الطلاب الذين اعتقلوا على خلفية التعبير عن الرأي. هنا لابد من التوقف أمام نقطتين مهمتين، وهي انتهاك الحرم الجامعي باستعمال القوات الأمنية للقنابل الصوتية ومسيلات الدموع، فضلا عن أن الأسلحة النارية كانت تتواجد في أيدي المسلحين من غير رجال الأمن دون تحريك أي ساكن يتناغم وحاجة الموقف آنذاك. أكثر من 100 طالب معتقل هم من المرحلة الجامعية. الأكيد أنه إلى الآن لا توجد إلا حالة واحدة تمكنت من تقديم رسالة الماجستير فقط، وهي المتطلب الأخير. والسؤال المهم، ما هو التشريع الذي يسمح للطلبة الجامعيين في المعتقلات بمواصلة الدراسة من داخل السجن؟ وهل يحق للدولة تعطيل استعمال هذا الحق؟ هذا تساؤل يفتح الباب بعد حلحلة موضوع امتحانات طلبة المدارس. تفضل أستاذ. طبعا في مسألة استخدام السلاح سواء كان في الجامعة أو في خارج الجامعة، هناك ضوابط لاستخدام السلاح سواء كان ناري أو مسيل للدموع أو أي سلاح. هناك مدونة سلوك لرجال الأمن، وهي موضوع نماذج منها دوليا، والبحرين أيضا قرت هذه المدونة، وهي بمثابة قرار يصدر من وزير الداخلية لرجال الأمن. في استخدام السلاح بشكل عام سواء كان داخل الجامعة أو خارج الجامعة، هناك نظرية تحكم هذه المدونة، وهي مسألة النسبة والتناسب. ولكن هذه النظرية عندما ندخلها
إلى داخل الجامعة ليس هناك مبررا لاستخدام سلاح داخل الجامعة ما دام هناك إمكانية للسيطرة على الجريمة دون استخدام إلى السلاح أو استخدام بقوة السلاح. ما حدث في الجامعة لو تواجد رجال الأمن وحصروا الجريمة لتمكنوا من محاصرة الجريمة ولم يضطروا لاستخدام السلاح. أما في مسألة التشريعات هناك قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل قانون رقم 18 لسنة 2014 في الفصل الثالث يتحدث في المادة 23 تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة أي وزارة الداخلية تعليم النزلاء وتدريبهم مهنيا ووضع مناهج الدراسية العلمية والمهنية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات. طبعا مادة 23 24 25 وأيضا المادة 26 كلها تتحدث عن أن النزيل سواء كان نزيل في سجن جو أو كان نزيلا في الحبس الاحتياطي في سجن حوض الجاف أو أي مركز السجين مقرر إليه بأن هذا الحق حق التعليم لا يسقط عنه لأنه مكفول دستوريا وقانونيا وأن هذا مسألة التعليم ضرورية ولا بد أن تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الداخلية لأن يواصل النزيل دراسته داخل معتقله أو داخل سجنه أو داخل محبسه. بل الأكثر من ذلك على الوزارة في المواد التالية لا أريد أن أقرأ نصوصا ولكن أقدم شرحا مبسطا بل أكثر من ذلك على الوزارة أن تهيئ الظروف. كيف تهيئ الظروف؟ أن تقوم بحصر الطلبة في عنابر أو في سجون خاصة لتجعل الجو أكثر دراسيا وتبعد النزيل عن الجو الذي يمكن أن يشغله ذهنيا عن التحصيل الدراسي. وهذا الحق التعليم يتطلب لتنفيذ اللائحة التنفيذية التي صدرت بقرار من وزير الداخلية لتنفيذ هذا القانون وجاء في المادة 44 و45 و46 لينفذ يضع إجراء تنفيذيا أي على مسؤول أو مأمور السجن أن يقوم بتهيئة الظروف وأن يقوم بتدوين كشوف إلى الطلبة كل على مرحلته الدراسية والصف الذي وصل إليه وأن يبدأ المراسلة بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم لتوفير الكتب الدراسية ولتوفير المدرسين والمعلمين إلى المواد وتقوم الوزارة بوزارة الداخلية بمكافأة حتى الطلاب كما تبين اللائحة التنفيذية بأن في حالة حصل على درجة الجامعية أو درجة أو شهادة المرحلة الثانوية العامة وهي من الظروف المخففة أيضا على العقوبة كما يعرفها قانون الإجراءات الجنائية بقضاء
ثلثي المدة أو طروف المصاحبة إليها، لأن بأنه حصل على درجة علمية أو شهادة علمية يمكن أن ينتقص من مدة العقوبة. في اللائحة التنفيذية وفي قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل أو كما يعرف بسجن جو، هناك أيضا حقا منظما بالقانون وباللائحة التنفيذية لمن يرغب في مواصلة الدراسة الجامعية، ولكن هذه الدراسة الجامعية تكون على حساب الخاص للنزيل أو على ذويه، ويوفر له الكتب، وتقوم الوزارة، وزارة الداخلية، بالتواصل مع الجامعات الخاصة أو الجامعة جامعة البحرين، وتقوم بتوفير الأجواء الدراسية مع امتحانات اللازمة إلى المواد. هذا من حيث القانون والتشريع، ولكن الواقع عندما يقول أن هناك حالة يتيمة أو حالة منفردة حصلت لمناقشة أو المرحلة الأخيرة لمناقشة رسالة الماجستير، هذا لا يعفي السلطات، سلطات السجن أو مأمور السجن، من مسؤوليته القانونية بأن يسمح إلى الطالب سواء كان في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو المرحلة الجامعية، بين قوسين كل مراحل الدراسية، أن يتعذر بأعذار ويمنع أو يصادر هذا الحق تحت أي مبرر إن كان. شكرا للأستاذ إبراهيم سرحان. في 3 دقائق سأطلب من الجميع تفاعليا أن يقوموا بالتغريد الآن مع الإشارة إلى حساب مركز البحرين الشبابي، حيث سيقوم المركز الآن بإعادة تغريد هذه التغريدات التي تشير إلى الجامعيين المنتهكة حقوقهم، فيما سيتواصل سرد الأحداث ريثما تنتهون من التغريد. عند 12:00 مساء أي ظهرا، الطالبات وسط حماية من الطلاب يبدأون في الخروج من الجامعة، فيما يدخل إلى الجامعة عدد كبير جدا من القوات الأمنية. نقطة إثارة كانت عند 11:10 ظهرا، حيث تم الاعتداء على الكوادر الطبية التي تواجدت لعلاج جميع من تضرر. وفي 21:00 ظهرا تم إغلاق الجامعة لصورة نهائية. ووسط ذاك عند 1:30 ظهرا بدأ مبنى S20 في الاحتراق بصورة مجهولة، وعند 1:40 ظهرا وبعد مفاوضات ومناقشات تمكن أولياء الأمور من الدخول للجامعة وإجلاء أولادهم وبناتهم، وعند 12:30 ظهرا تم إخلاء الجامعة وصدر قرار بتعليق الدراسة في الجامعة، ليمتد القرار إلى فترة طويلة أعقبها النفق المظلم للبحرين
وبدأت حكاية الجامعين. استقبل قبل ختام الندوة مداخلتين من الحضور إن وجدت، مدة المداخلة الواحدة دقيقتين. ريثما تكملون تغريداتكم يشكر مركز البحرين الشبابي في عندي ساعة. تفضلي. في مسألة التعهد، يعني التعهد هو يؤخذ على من ثبت بحقه جرم، وهذا الجرم ليس لا يصل إلى درجة أنه يستحق المحاكمة أو المساءلة، وأن هذه أثر الجريمة كانت يعني بمستوى بسيط. التعهد في المسألة القانوني كإجراء قانوني هو لمن ثبت عليه الجرم، وإثبات الجرم يتطلب تحقيقا ابتدائيا، ويتطلب أدلة تثبت هذه الجريمة. ولكن عندما يكون التعهد لكل الطلاب بشكل عشوائي أو انتقائي، لا يكون هذا التعهد على أساس قانوني وليس إجراء قانونيا. يمكن أن يكون هذا الإجراء تشفي أو محاولة لتضييق على الطلاب. إذا كان هناك جريمة وقعت أو مخالفة على الطالب يوقع هذا التعهد، التعهد يلحق بملف الطالب وهو مضر بسيرته الذاتية، ويمكن أن يصدر إذا صدرت مخالفة أخرى قد تصل عقوبة المخالفة إلى الفصل من الجامعة. التعهد طبعا لابد أن يحصر في مدة زمنية كعرف قانوني، والعرف القانوني 6 أشهر على أبعد مدى. التعهد بعد 6 أشهر يسقط ويحذف من ملف الطالب. ولا أعلم إذا كان هذا الإجراء موجود، ولكن أنا أتحدث بلغة كعرف قانوني عند أي تعهد في مركز الشرطة أو في الجامعة أو في المدرسة أو حتى في العمل، التعهد يسقط بعد 6 أشهر. في ختام ندوة طلاب في المعتقل أقول نيابة عن المركز الشبابي أن حدثا مثل حدث الاعتداء على حرم جامعة البحرين في العام 2011 حدث لا يمكن أن ينسى من ذاكرة البحرينيين الذين يحتفظون بذاكرة لا تموت لأنهم طالبوا بالعزة والكرامة. أشكر جميع من حضر إلى هذه الندوة أو من تابعنا في البث المباشر، و شكرا للجميع. صلوا على محمد وآل محمد.